بلا النهارده ودع اللعيبه في ودع مستر فيريرا من خلال بقى يعني على الفيسبوك، من خلال حساب شيكابالا على الفيسبوك. قال كان لابد من قال عنوان كده: فيريرا سيظل اسطوره الزمالك وانتشلنا من الصفر للبطولات. وقال شيكابالا: كان لابد من شكر البروفيسور اليوم بشكل شخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لان قيمته عند الجميع كبيره جدا. وبصفتي قائد نادي الزمالك وقبل ذلك احد جماهير النادي، اتوجه بالشكر للبروفيسور فيريرا على كل ما فعله من اجل الفريق ومن اجل الكيان. الجميع يعلم ما قام به الموسم الماضي بالرغم من الظروف السيئه التي كانت تلاحق الزمالك والتي ابرزها ايقاف القيد، الا انه قام بعمل اسطوري وانتشل الفريق من موسم بدأ للبعض انه صفري بدون بطولات، وحققنا ثنائيه الدوري والكاس كما فعلها مسبقا. وقال كمان: استبعادي من قائمه المباراه الاخيره كان من خل يعني بناء على وعكه صحيه تعرضت ليها، وجاء ذلك بعد تشخيص طبيب الفريق ومعرفه المدير الفني فيريرا، وليس كما اشيع انه تم استبعادي بسبب اسباب فنيه. اسمه تاريخ نادي الزمالك يستحق من الجميع الافضل. دي كانت كلمات شيكابالا النهارده على مستر فيريرا في الصفحه الخاصه بشيكابالا على الفيسبوك.